هو واحد من افراد العصابه اللي كيروج المخدرات فيلم اللي كيوقعوا فواحد النهار كيوقعوا واحد الحادثه مع تاكسي بيض. من بعد هذه الحادثه يعني كيوقع بزاف ديال الاحداث بزاف ديال المواقف، احيانا كوميديا احيانا دراميه. الفيلم هو كيعالج بزاف ديال القضايا في المجتمع وكيورينا بزاف ديال الشخصيات المختلفه، لان في واحد الرحله كنشوفوا كنتقربوا بزاف ديال الناس اللي كاينين في المجتمع. والفيلم فيه الاكشن، فيه سسبانس، فيه الكوميديا، فيه الدراما، وكنتمنى انه يوصل للجمهور ويعجبهم. هو كان بزاف ديال الحب، ويعني عمل اللي فيه الاحساس ديال العائله، ديال الهم المشترك، يعني كانت تجربه رائعه بزاف بالنسبه ليا. وانا فرحان اننا وصلنا، لانه كان هم قديم اننا نديروا فيلم ديالنا ونستمروا في هذا المسار هذا ديال نديروا اعمال اللي تكون يبغيها الجمهور، ونرجعوا هذه الثقه هذه ان الناس يبقاو يجيو للسينما، وتكون مبادره مزيانه يعني اللي دير حتى قاعات سينمائيه من بعد، والناس يبقاو يجيو يتفرجوا في السينما، لان السينما ولا الفيلم بصفه عامه هو كيرفلت المجتمع، كيف يعكس لنا فين وصلت الثقافه في البلاد ديالنا. فاش حاجه اللي كنظن ان هم مشترك. مشاركتي في الفيلم كما قلت للاخوان هي واحد المواطن كيسافر في الطاكسي غادي يقضي واحد الغرض عائلي، وفي اثناء السفر كيوقعوا لهم بزاف ديال المشاكل، منها اللي حزينه ومنها اللي فكاهيه. ونتمنى ان شاء الله تعيشوا معنا في هذا السفر، تعيشوا معنا عيشه زوينه وتمتعوا بالفيلم. كانت جميله جدا ان حتى حيت سالينا قلنا علاش سالا كاع التورناج. كانت تجربه صعيبه بزاف، سورتو بالنسبه ليا انا يلاه تزوجت، يعني تحرمت من بزاف ديال الحوايج اللي ما دارتهمش مرا يلاه تزوجات. باغ اكزومبل ما قدرناش نديرو اون فيت دو مارياج، ما قدرناش ناخذو دي فاكونس، ما قدرناش نديرو بزاف ديال الحوايج، ولكن او ميم طون كنا كنحققو واحد لو غيف ديالنا. التجربه كانت رائعه وما كانتش سهله، كانت قاسيه، والقصوى ديالها هي اللي عطاتنا واحد المتعه، سورتو اليوم اللي كان الفرح بزاف. وجو سوي فيغ اننا قدرنا نوصلوا لهاد لافون بروميير. كان منصف مالزي كان تفرج واحد المسرحيه ديال واحد مجموعه من الاصدقاء ديالو اللي كانوا كيديروا مسرح ديال لا غو، وعجبته بزاف المسرحيه، كانت كتحدث على طاكسي في مجموعه من الاشخاص. يعني هذه هي الانسبيراسيون ديالو سيتي سا، مي ابخي تطورات ليستواغ انا وياه بقينا كنهضروا، طورنا ليستواغ فيغ اون اوتر ايستواغ اللي كتهضر على يعني مشاكل نفسية اللي مجموعة من لي باساجي ديال الطاكسي غادي يتبرز من خلال المشاكل اللي غيتعرضوا ليها في هذاك الطاكسي. الدور ديالي في الفيلم انه دور رئيس العصابة اللي داير هذه المشاكل، سو دور زوين، كاستينغ زوين، حس لي الشرف انني نكون مع محسن مازي، الخياري، فلان، فدوى، سحر صديقي، هادو كاع اسماء وازنة في التمثيل، انس الباز، سو الحمد لله المشاركة كانت زوينة، المخرج كان مزيان، زعما وراني الطريق كيفاش نمثل باسكو سي التجربة ديالي الثانية، سو اي واز سو اكسايتد بالتجربة هادي. ايفيكتيفمون هاد العمل تقريبا واحد 3 سنوات ديال الاشتغال، من اللي جات الفكرة حتى دابا كيف شفتوها في القاعة. 3 سنين ديال التفكير وثلاث سنين ديال التعب وتفكير وسهر وخدمه وهذا، ولكن الحمد لله ملي كنشوف كيفاش الناس كيتفاعلوا كيفاش تلقاو الفيلم كيهون هذا الشيء، وكنقولوا الحمد لله ملي توفقنا وقدرنا نقيسوا قلوب الناس، لانه الفيلم كان فيه بزاف ديال الحب وكان فيه واحد التعاون حقيقي ما بين كاع ليكيب ديال الفيلم، كوساس ولا التقنيين ولا الممثلين كانوا الحمد لله في المستوى. دونك يهون هذا الشيء هذا وهذا العيا وهذه المضاربات ديال التورناج. اكيد هذا الشيء كيفرح القلب، لانه ملي كدير شي حاجه اشنا هو الاول تفكير ديالك،
اول سؤال كتقولوا انت كمخرج هو واش هذا الشيء اللي كندير فيه هذا لو غيف هذا اللي كنتقاسموا مع ليكيب ديالي ومع الممثلين اللي معايا واش غيوصل للناس وغي الحمد لله شفت الرياكسيون ديال الناس في القاعه كانت رائعه حسيت بها صادقه وداك الشيء دونك فرحت اكيد فرحت بزاف الحضور ديالي جيت باش نشوف الفيلم ديال المخرج ديالنا الشاب منصف مالزي الفيلم زوين نتمنى الجمهور المغربي يجي يشوف الفيلم فيلم في الحقيقة فيه ممثلين زوينين كان الأخ ديالنا محمد الخياري كان رائع بزاف عجبناه بزاف والممثلين كلهم كانوا في المستوى ونتمنى النجاح إن شاء الله لهذا الفيلم وكنقول للمتفرجين عشاق السينما المغربية يجوا يشوفوا هذا الفيلم ألوغ سحر صديقية صديقة وزميلة وعرضت لي وانا جيت يعني افي غران بليزير لانه نبغي انني نشجع في الفيلم ديالهم الاول الانتاج ديالهم بجوج هي والزوج ديالها يعني منصف المازي اللي كنوجه ليها تحيه من هذا المنبر نبغي انني نجي نشجعهم ونبغي انهم يستمروا سي دي سان جون كوبل دو جون ارتست اللي هما عندهم بزاف الامور ما يديروا سي نوفيل برودكسيون و نبغي انني نفرح معاه ونكون معاه ان شاء الله وكنتمنى لهم الاستمراريه والنجاح ان شاء الله في المسار ديالهم قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي